إذا أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقاء. مي حسين عبد النبي ممثلة مصرية خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وهي ابنة المؤلف والممثل حسين عبد النبي. بدأت بالتمثيل في النصف الثاني من السبعينيات وبرزت في بداياتها بمسلسل لا يا ابنتي العزيزة، وأصبحت وجها مألوفا في نهاية السبعينيات. ابتعدت فترة عن التمثيل في بداية الثمانينات ثم عادت مرة أخرى للتمثيل في أواخر الثمانينات بأدوار دينية في أغلبها. إيه، مي عبد النبي ممثلة معروفة، دي صور متفرقة ليها، كانت معروفة بقصة شعرها. مي عبد النبي ومصطفى يونس نشأ بين الثنائي علاقة حب شهيرة وجمعتهما قصة حب طويلة، وأعلنا خطبتهما عام 1975 ثم تزوجا بعد عامين من الخطوبة وأسمر عن طفلين هما مصطفى وميار. ده مصطفى يونس وزوجته مي عبد النبي، معروف طبعا نجم الأهلي مصطفى يونس. وظهر الإعلامي مصطفى يونس مع زوجته مي عبد النبي وبعض الإعلاميين في حفل زفاف ابنة الكابتن حمادة صدقي الذي أقيم في فندق فيرمونت تاورز، وتم الطلاق بينهما ثم تزوج بعدها من الفنانة ولاء مطر. دي الفنانة ولاء مطر، اعتزلت بعد كده وارتدت الحجاب. دي صورة تانية ليها برضو من بعض الأعمال. وقد ظهرت الفنانة المصرية مي عبد النبي بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية في حلقة من برنامج بيت العيلة. الفنانة المصرية ظهرت في البرنامج بالحجاب، وبسؤالها عن سبب غيابها قالت: كنت مشغولة بنوعين من الأطفال، الوظيفة فأنا ماسكة فرقة تحت 18 سنة، والأطفال التانيين أحفادي. دي أحدث ظهور ليها بالحجاب، إيه رأيكم شكلها اتغير؟ هنا مع نجوى إبراهيم. لسه محتفظة بجمالها. بعد غياب طويل ظهرت في بيت العيلة. من ناحية أخرى شهد فندق الفور سيزون نايل بلازا واحدة من أجمل السهرات التي ضمت عددا كبيرا من نجوم الساحرة المستديرة والإعلام الرياضي ورجال الأعمال والشخصيات العامة خلال احتفال الإعلامي مصطفى يونس المدير الفني السابق لمنتخب الشباب والفنانة مي عبد النبي بزفاف كريمتهما ميار على خبير البورصة خالد نجل رجل الأعمال محمود مرسي. كان ضمن الحضور سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم ومحمود الخطيب وهاني أبو ريدة ومصطفى عبده ومدحت فقوسة واللواء محمد علي بلال المرشح لرئاسة الجمهورية ومحمد عامر وحمادة صدقي وشوقي غريب والكاتب الصحفي عصام شلتوت وجمال العاصي ومحمد عباس والفنان سامح السريتي وحلمي فودة. مجموعة كبيرة من النجوم ونهاد رشدي وحنان سليمان وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص على أغاني الدي جي الشرقية والغربية التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. وده دي ميار بنت مي عبد النبي ومصطفى يونس، وده صور من الحفل سامح السريتي، وهنا ميار مع والدتها مي عبد النبي. وهنشوف دلوقتي مجموعة كبيرة من اللاعبين وجوزوا من نجمات ومعروفات. هنا سارة جمال زوجة شادي محمد لاعب الأهلي، شريف عبد المنعم وهدى رمزي، لقاء الخميسي زوجة محمد عبد المنصف،
كلهم معروفين، جمال عبد الحميد طبعا لاعب الزمالك المشهور، وعزة شريف. هبة العوضي زوجة أحمد المحمدي. برأيكم مين أجمل ثنائي؟ محمود الخواجة اتجوز برضه هياته، وإن كان في أقاويل إن هو ما حصلش. إبراهيم سعيد وجوليا. الفنانة اليمنية بلقيس والنجم السعودي نايف عزازي. سيد متولي وسهير رمزي. عصام بهيج وناهد جبر. كلها زيجات مشهورة ومعروفة. عماد متعب ويارا نعوم. لو نسيت حد يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. محمد أبو العيلة لاعب الزمالك وزوجته نانيس سليم. مدحت عبد الهادي وشمس. مروان كنفاني ونجوى إبراهيم. مصطفى يونس والفنانة مي عبد النبي دي اللي شفنا، وبعد كده اتجوز ولاء مطر. مي عز الدين ولاعب المنتخب المصري محمد زيدان. كانت خطوبة فقط ولم يتم الزواج، منفصل. نجم المنتخب التونسي عادل الشاذلي والفنانة التونسية سميرة مكروم. ده من حفل زفاف ميار بنت مصطفى يونس ومي عبد النبي. كوكبة من النجوم حضرت، سامح السريتي وسمير زاهر ومحمود الخطيب. ودي صور من الحفل، محمود الخطيبة كوكبة من النجوم حضرت. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.